وللحديث ينضم إلي عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر المودع. مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. يعني جريفيث في صنعاء من جديد، ما رأيك؟ ما الذي سيحمله هذه المرة؟ وأي مشاورة سوف تأتي أكلها برأيك؟ عبد الناصر هل تسمعني؟ ألو، مساء الخير، هل تسمعني؟ أيوة أسمعك الآن، تفضل. سألتك عن جديد زيارة جريفيث وما الذي يحمله هذه المرة، وهل ثمة جديد برأيك؟ لا جديد، نفس الزيارة، زيارة نمطية، لا ليس فيها أي شيء جديد. فقط الآن سيحاول أن يستثمر الحوثي ادعاءه بأنه أطلق سراح سجناء. اتضح أنه معظمهم كانت حالتهم الصحية سيئة، وجريفيث سيحاول أن يدعي بأن هذه خطوة للأمام وبأنها تطبيق لاتفاق ستوكهولم. نعم، سألتك أيضا عن المشاورات، هل تقرأ بأن ثمة مشاورات قادمة سوف تنجح أم أنها كسابقاتها في جنيف وفي الكويت؟ ليس هناك أي إمكانية لأي مفاوضات، يعني العالم الخارجي بيحاول أن يوجد أي شكل من أشكال المفاوضات ويضغط باتجاه مفاوضات، ولكن الحقيقة من يدرك الواقع أنه ليس هناك أي أرضية للسلام في اليمن في الوقت الحالي أو في المستقبل المنظور. ولهذا أنه كما تعرف اتفاق السويد لم ينفذ منه شيء سوى الأمر المتعلق بوقت إطلاق النار، لكن وحتى هذا لم ينفذ أيضا، يعني هش، يعني هو فيما يتعلق بوقف العمليات في الحديدة، مدينة الحديدة، لكن المناطق المحيطة بالحديدة استمرت العمليات العسكرية وخروقات كثيرة لوقف إطلاق النار، لكن الجزء المتعلق بعدم اقتحام الحديدة وهذا هو كان الهدف الرئيسي من اتفاق ستوكهولم، وهذا نفذ لأن هناك ضغوط خارجية، ليس لأنه هناك رغبة من الأطراف المتصارعة لتنفيذه. وعدم جدية أيضا من قبل المجتمع الدولي. المجتمع الدولي هو فقط كان ما يريد معركة الحديدة أن تنتهي أو أوقفها في النقطة التي أوقفها عليه، وهذا أهم ما كان يهمه. القضايا الأخرى مثل قضية الميناء والتسليم الحديدة وقضية الأسرى وتعز وغيرها من القضايا التي تطرق لها الاتفاق لم يتم تنفيذ شيء منها، وهذا أمر كان متوقع منذ البداية. نعم. الحوثيين تكتيكاتهم واستراتيجيتهم في التفاوض هي تقوم على فكرة إما الكل أو لا شيء، وبالتالي لن يقدموا على أي خطوة مهما كانت صغيرة ما لم يضمنوا بأنها ضمن صفقة كبيرة تمنحهم السلطة وتبقيهم على ما هم عليه. أشكرك جزيل الشكر عبد الناصر المودع، كاتب ومحلل سياسي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك مرة أخرى.